أهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. مجموعة من الشباب قرروا أن يجيدوا فن الخطابة لأن فن الحياة القيادية المتطورة في مجال العمل والإدارة. ولهذا الغرض تأسس في أبوظبي نادي الانطلاقة لفن الخطابة، وكلكم تعرفون ما للخطابة، واستقطب عدد من الأعضاء اللي أحبوا هذه الفكرة وخاصة من شريحة الشباب ليعتبروها فكرة مستقبلية تفيد في تطوير القدرات الإدارية والقيادية أيضا. طبعا الفكرة موجودة في العديد من الدول منذ عشرات السنين، وهي تتعلق باللغة والمهارات الذاتية في مجال الإقناع وتقديم عروض المشروعات والأفكار وغيرها من التفاصيل الخاصة بالحياة العملية. وفي الفقرة التالية بنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن أولا خلونا نتابع التقرير ورد لكم. في العقد الأول من القرن العشرين بدأت فكرة إنشاء نواد للخطابة في أمريكا وأنحاء أخرى من العالم على أيدي شباب حرصوا على تقديم أنفسهم في مجال التأثير الخطابي والقيادي. ومن خلال تاريخ هذه الفكرة حرصت مجموعة من الشباب على تأسيس ناد للخطابة في أبوظبي، وذلك لدعم العناصر القادرة على تطوير خطابها اللغوي والصوتي والنفسي، وهي عناصر تقود إلى التميز الاجتماعي والإداري في مختلف ميادين الحياة العملية وعلى كافة الأصعدة الحديثة. Eye contact was very good, well distributed all around the room. But even if there was a fly in the room, it would get attention. The conclusion was a kind of not as strong as supposed to be, because conclusion is the best place to leave a message. Toastmasters هي منظمة ذات نفع عام، تأسست عام 1924 في كاليفورنيا عن طريق دكتور رالف سمدلي. يعني 90 سنة الآن، 100 تقريبا الأندية منتشرة في 106 دول حول العالم. فنحن من أول يوم في انطلاقة توستماسترز أسسنا سألنا ليش ما في نادي عربي. يعني نحن في بلدنا فيها تقريبا 48 نادي، الكل النوادي الموجودة باللغة الإنجليزية. نحن محتاجين نطور مهاراتنا باللغة الإنجليزية، ولكن بعد محتاجين نطور مهاراتنا باللغة العربية. Dear all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd like to welcome you again and again in our regular and special meetings, Intilaaqah Toastmasters meeting. Today is our 81st meeting. I hope we will be celebrating our 100th meeting all together, either here or anywhere we agree on. Congratulations to you. You finished your sixth speech and you deserve a big round of applause. هدفنا الأساسي مساعدة الجميع، سواء شباب إماراتي أو من الشابات الإخوان والأخوات، في الارتقاء بمستوى مهارات الخطابة والقيادة. والحمد لله نحن متمكنين منها إلى جانب لغتنا الأم اللغة العربية التي لن ولم ننساها. ولله الحمد انطلاقة أحد الأندية مع نادي الغرفة، نادي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، من أحد الأندية التي تدعم جهود اللغة العربية وتدعم جهود اعتماد اللغة العربية كلغة معتمدة في برنامج التوست ماسترز العالمي. حول موضوع الخطاب مشاهدين الأعزاء ومهارات الشباب في هذا المجال، يسرنا أن نستضيف أحد مؤسسي نادي الانطلاقة لفن الخطابة، السيد حميد الحمادي. مساك الله بالخير ومرحبا بك. حياك الله حياكم الله ومشكورين يعني على استضافتي في البرنامج الرائع. الله يسلمك. طال عمرك كيف بدأت فكرة النادي وما هي الدوافع لإنشاء نادي للخطابة لدينا في أبوظبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أول شيء مثل ما شفته في التقرير ذكر توقع الأخ نوح أن كان البرنامج هذا متواجد حتى كان موجود في الدولة، لكن معظم اللي يعني مشاركين في النادي هذا في الأندية من الأجانب، يعني ما في نادي مخصص للمواطنين على أساس أن يستفيدوا من التجربة هاي. فبدأت الفكرة في 2005، كنت في هذه الفترة مشارك في برنامج 70 شباب العالم، وكنت أدور كورس الخطابة السبب أن كنت رئيس وفد الإمارات في البرنامج. نعم. فقالوا لي أنت راح تلقي يعني خطب وهذا قدام وفود وتمثل الإمارات ومثل الدولة يعني فيها، فقدام وفود وشخصيات كبيرة ويعني وحضور يعني ممكن تجاوز 300 شخص. صابت غربة في البداية يمكن بالضبط لأني ما كنت عندي الخبرة في هيك الفترة. نعم. فقلت خلنا أشوف لي دورة وكورس أساس أن يعني نطور نفسي في هالأمور. نعم. فهذيك الأيام كنت أنا في برنامج يعني البزنس ونطور نفسنا، وطرى المدرس يعني البرنامج قال ان اللي واحد بيكون ناجح في صاحب اعمال ناجح لازم يعني تمكن مهاره، فطرى لنا موضوع البرنامج هذا التوست ماستر. فاقترحت للشباب قلت لهم شو رايكم نبدا البرنامج، وكان في اقبال كبير وبدينا الحمد لله. يعني مع من تعاونتوا في المحاضرات التدريبيه؟ نعم. مع من تعاونتوا في المحاضرات التدريبيه او من اللي مستفيد من هذه المحاضرات التدريبيه؟ احنا نتعاون يعني مثل ما تقولين ما في حد يجينا من برا يدربنا، احنا ندرب نفسنا. حلو. كيف احنا نجتمع مرتين في الشهر. يعني اسبوع وترك، هذا بالانجليزي. وبالعربي طبعا هم متوالين، العربي بدينا حديثا يعني. هي. الاخ نوح الحمادي طبعا صاحب فكره ان نبدا نادي بالعربي، والحمد لله ماشي اموره. فكان في كل اسبوعين كنا نجتمع مره. نوح هو رئيس النادي في قسم اللغه العربيه. نعم. اعتقد. نعم. لانه هو انتم قسمين انجليزي وعربي. هي نعم. وبالعربي بس بدينا فتره. نعم. يعني بسيطه من 2006. نعم. احنا بدينا طبعا اول شيء ساعدنا الدكتور ناصف الظفاري ويعني داعمنا وللحين يعني. فبدينا النادي ودعم من الدكتور، وبعدين شو صار ان احنا نفسنا قمنا ندرب بعض. يعني جميل. واحد يقوم يقدم المشروع الخطبه مده 7 دقائق، يقعد يجي المقيم اللي هو اكثر خبره يقيم على نقاط القوه ونقاط الضعف ويعطي ملاحظات يعني كيف تطور نفسه. نعم. اذا احنا نوه لمشاهدينا بارقام الهواتف اللي تظهر لكم بين فتره والثانيه، وفن الخطابه اكيد يمكن بعض الاعمال او اكثريتها مطلوبه فن الخطابه، فاللي يحب دروس على الهواء فانت موجود ما بتقصر ان شاء الله. ان شاء الله انتم ما شاء الله المدرسه يعني. يلا نبغى تقييمك عاد لفن الخطابه، احنا دائما اكيد عندنا هالفن الخطابه ومحتاجين للدروس. احنا دائما في امتحان دائم سماح اعتقد ما راح ينتهي. نعم بالتاكيد. ما شاء الله تدريب يومي. عندنا اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا. يا هلا وسهلا. سيد فاروق الزرعوني معانا. اي نعم معكم فاروق الزرعوني. الصوت مش واضح. الو سيد فاروق. طيب احتمال انقطع الخط وان شاء الله يعود الاتصال مره ثانيه. طيب نرجع لك عن فكرة نادي انطلاقة نادي الانطلاقة في فن الخطابة. قلت لي أنك أنت أول دورة أخذتها بعد ما جتك الهيبة وأنت تلقي محاضرة، فهل الدورة أخذتها بالإنجليزي أم بالعربي؟ لأن يقولون أن فيها اختلافات بين فن الخطابة بالإنجليزي وبالعربي. احنا شو اول شيء السبب ان احنا بدينا بالانجليزي لان نعم. البرنامج الاصلي اللي هو في امريكا، احنا على فكره برنامج التوست ماستر يتابع منظمه التوست ماستر العالميه. هي منظمه غير ربحيه. وفيها فروع في يعني في اكثر من 60 دوله حاليا، وفي كل يعني دوله في اكثر من نادي. فاحنا بدينا لان اول شيء توصلنا المانوالز اللي هي الكتيبات. نعم. بالانجليزي طبعا في كل كتيب في 10 خطب، وفيها مثل ما تقول الاهداف، اهداف كل خطبه، يعني الخطبه الاولى تختلف عن الثانيه والثالثه. يعني فاول شيء يكون تركيز على انك توقف قدام الجمهور فقط، يعني كيف ما تخاف من الجمهور وتتغلب على الرهبه هاي، لانه في رهبه غير طبيعيه من الناس، يعني رهب انه يجون يوقفون قدام الجمهور. حتى انه كان في احصاء ان اكثر شيء الناس يخافون منه طلع انه الببليك ان توقف قدام الناس تتكلم، هذا الثاني اكثر شيء يخافون منه بعد الموت. صحيح. هذه طال عمرك يعني خلينا نقول يمكن اهداف
ثانوية بقدر ما هناك أهداف أساسية للمنظمة. نعم. من يعني من هذا من هذا يعني من هذا التدريب أو أو, أو فن الخطابة. تطلعنا على أكيد هناك. إحنا طبعًا إحنا عندنا تطوير فن الخطابة والقيادة. طبعًا. الخطابة والقيادة. نعم. أيضًا. نعم. كيف القيادة؟ إحنا عندنا مثل ما تقول مجلس إدارة تألف من 7 أعضاء وتغيرون كل سنة. في رئيس وفي نائب رئيس شؤون التعليم نائب رئيس شؤون العلاقات العامة والأمور فتبدلون كل سنة عندنا انتخابات وعندنا بعدين في كل اجتماع وإحنا نطلق عليها كلمة اجتماع بس هي مجتمع هي ورشة عمل يعني أن واحد يقوم ويتكلم ويقعد واحد يقيم وعندنا بعدين الخطبة الارتجالية لأن موضوع الطاولة نسميها أنه تلقي موضوع ولازم يتكلم مدة دقيقة عن الموضوع هذا ف يعني بهذه الطريقة يعني نطور نفسنا من المجتمعات نعم هناك سماحة اتصالات أيضا كثيرة نعم عندنا اتصال السيد مصباح عدنان رئيس نادي الانطلاقة لفن الخطابة مساكم الله بالخير أختي مساء النور حياك الله مرحبا مساك الله أخوي حميد والأخوان الموجودين معك مرحبا مصباح حالك الله يحييك أخوي بداية نبغى نسأل عن الإقبال على نادي الانطلاقة كيف الإقبال عندكم طبعا احنا ولله الحمد كما تفضل الأخ حميد اجتماعاتنا كل أسبوعين عندنا اجتماع وطبعا دائما دائما نشجع الحضور سواء كضيوف أو كأعضاء نعم نعطي ميزة في اجتماعاتنا أن نستقبل الضيوف نخليهم يدخلوا في أجواء الخطابة كمجرد ضيوف حتى نزيل حاجز الرهبة والخوف عندهم من موضوع الخطابة حتى يألفوا على جو الخطابة نوعا ما وبعد ذلك نستقبلهم كأعضاء في النادي والإقبال ولله الحمد كما شفت يعني الإخوان عندكم حضروا عنا الاجتماع وما شاء الله الإقبال كان منقطع النظير على ما يقولون صحيح أستاذ مصباح يعني أنت الآن رئيس نادي الانطلاقة حاليا لابد أن هناك يعني أي رئيس مجلس إدارة أو رئيس نادي أو مدير لابد أن هناك خطط تعتريه في باله دائما لفترات قادمة يعني لتطوير هذا المكان شو خطتكم وخطة النادي طبعا احنا خطتنا ولله الحمد يعني خطة حيوية متغيرة باستمرار جميل بناء على المصادر المتوفرة في النادي بناء على أعضاء النادي بناء على الحاجة اللي يحتاجها المجتمع يعني إحنا في البداية كان مجرد عمل اللي هو أن نكون تحت مظلة التوست ماسترز العالمية كنادي خطابة ومهارات قيادة ومهارات اتصال لكن يعني الآن زاد الموضوع أصبحنا نوعا ما توست ماسترز عالمي لكن خلني أقول بنكهة إماراتية جميل نكهة تفيد المجتمع جميل تفيد الشباب والشابات الإماراتيين صحيح زائد أفيد المجتمع طبعا إحنا ليس مجرد مهارات قيادة ومهارات خطابة لا دخلنا في أمور أخرى مثل تنظيم بالتعاون مع الهلال الأحمر تنظيم عملية شو نسميها يعني مؤسسات المجتمع المدنية والتعاون معها صحيح وما أهمية هالخطاب فن الخطابة على مستوى الفرد والمجتمع كيف تلمسونه طبعا أهمية الخطابة موجودة في كل يوم يعني كل نشاط من أنشطتنا الحيوية يكون نعم. فيها سواء في العمل سواء في المنزل سواء في المواقف اللي تتعثر الإنسان يوميا احيانا اسلوب الخطابه او اسلوب الرد على الموقف نعم وعدم الخوف منه قد سبحان الله يعني يخرجك من موقف معين موقف محرج صحيح نعم اذا شكرا للسيد مصباح عدنان ما عندي العافية. بس تعليق بسيط اتفضل لان السؤال اللي سالتيه شو بيفيد الخطابه في يعني في على مستوى الفرد والمجتمع نعم. يوم كنت دراسه في قصه يعني جميله كنا نعرفها كنا عن شكسبير مسرحيه شكسبير كان الموقف بعد ما مات يوليوس قيصر طبعا قتل يا واحد القى فيهم خطبه الناس كانوا يعني زعلانين متضايقين كيف انذبح وهذا ونبغى ننتقم من الذبح يا واحد القى كلمه
غير يعني فكرة الجمهور نهائيا عن الموقف. يعني حتى صاروا يكرهون يوليوس قيصر، قالوا استاهل ويعني أحسن أن ذبح. بعدين يا واحد ثاني يعني راح هذاك يا واحد ثاني وتكلم ألقى خطبة ثانية، تغير موقف الجمهور، قال لا كيف نذبح، لا لازم ردنا وتقم. يعني الموقف هو نفسه ما تغير، لكن اللي تغير يعني الشخص اللي هو نعم اللي يعني قاد هذا التوجه أو هذا يعني هذا الانطباع. هني المقدرة على كونك انك تقود الى 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 اي طريق. نعم تقود فن الخطاب، الخطاب الى من، الهدف الى من. ربما نتفق وياك في هذه النظره. وبعدين احصائيا الكلام المضمون نفسه، مضمون الخطبه او الكلمه وهذه 7% فقط من المضمون يعني تاثر في الناس. 7% صحيح. اما الباقي هي الاسلوب، يعني مثل ما قالوا it's not what you say it's the way you say it. الأسلوب يعني سواء ربما احنا نلاحظ هاي الأشياء في كثير من خطابات الانتخابات في بعض الدول العالمية طبعا، مثل ما شفنا يعني مؤخرا في أمريكا يعني لفاز أوباما كان يعني قوي جدا يعني في الخطابة. فاز في اتصال أعتقد سمح أيضا مع الأستاذ فاروق الزرعوني. ألو مساء الخير. مساء الخير يا مرحبا أستاذ، تفضل. في البداية أحب أشكر قناة ضباب الإمارات على هذه التغطية اللي حقيقة نحن في نادي انطلاقة للتوستماستر كنا يعني نطلع لمثل هذه التغطيات وتعاون أجهزة الإعلام معنا. نعم. أنتوا حقيقة تناقشون موضوع جدا مهم، والنقطة اللي أحب أنا أضيف فيها مثل ما تناقشتم مع الإخوان اللي سبقوني. نعم. اللي هي الفائدة من المشاركة في مثل هذه الأندية. يعني كوني انا عضو في التوست ماستر لمده تقريبا 7 سنوات ما شاء الله، انا اقدر اؤكد للجميع حقيقه ان الاشتراك في مثل هذه الانديه يعني غير مقتصره على موضوع الخطابه فقط، وانما على تنميه شخصيه الفرد بشكل عام. جميل. حتى يكون هذا الشخص عضو فاعل سواء في مجتمعه، في بيته، في عمله، في دراسته، في كل مجالات الحياه. رائع. يمكن شيء السيدات يحتاجن والله تطوير الذات، هذا الدعم سماح كل فئات المجتمع حقيقة. يعني تنمية الذات وتنمية الشخصية لا يقتصر على جنس ولا جنسية ولا حاجة معينة. ويمكن احنا في وقت احوج في استاذ فاروق الى 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 تطوير مهاراتنا هذه الكاملة في داخلنا. بالضبط حقيقة. وكتجربة شخصية حقيقة انا قبل 7 سنوات وبعد بعد ما التحقت بالتوست ماستر شخصيتي تغيرت بشكل كامل. طيب تقدر تصف لنا شيء من هاي الشخصية؟ نعم، شو اللي تغير؟ إذا نحن نتكلم في مجال الخطابة فقط، أنا التحقت بالتوست ماستر وأنا على مقاعد الدراسة في الجامعة. قبل ما كنت ألتحق لما كنت مثلا أوقف قدام الناس أساس ألقي كلمة لو كلمة بسيطة ما كنت أقدر، لأني ما كنت مؤهل أو بالأحرى ما كانت عندي ذيك المهارات الأساسية في فن مثلا إلقاء الكلمات أو التقديم أو هذه الأمور. ولكن الآن بكل أريحية وبكل سهولة أستطيع أن أقف أمام أعداد كبيرة من الناس وألقي كلمة بكل سهولة ووضوح، وهذا كله أتى حقيقة من المداومة أو الحرص على المشاركة في مثل هذه الأندية. ولكن قبل أن أنهي المكالمة، كما ذكر الأخ مصباح عدنان أن نحن حقيقة من أهدافنا في نادي انطلاقة للتوست ماستر ليس فقط الخطابة وإنما كخدمة مجتمع. فنحن في خطتنا القادمة إن شاء الله هناك عدة برامج وعدة خطط أن ننشر فكرة الفن الخطابة والالتحاق بمثل هذه الأندية في المجتمع على نطاق أوسع حتى يستفيد منها الجميع. نعم، الفرد والمجتمع. شكرا لك سيد فاروق الزرعوني. شكرا جزيلا مرة أخرى على هذه التفصيل. شكرا لاتصالك. شكرا. على فكرة فاروق وبطل من أبطال التوست ماستر، فاز بالمركز الأول على مستوى الخليج في الخطابة الفكاهية. ما شاء الله. يعني ما شاء الله موهوب يعني. إذن الخطابة لها بعد أنواع. فيها إحنا عندنا سنويا مؤتمر إقليمي. نعم. وفي مؤتمر عالمي. مؤتمر الإقليمي اللي على مستوى دول الخليج وزائد الأردن، يعني عندنا 7 دول. فيوم كل سنة في يعني في مدينة من المدن يعني في المنطقة. يعني آخر مرة كانت في أبو ظبي من أسبوعين، وكان مؤتمر كبير حضر تقريبا 800 شخص المؤتمر. ففيه عندنا أول شيء الخطابة المعدة، الخطبة المعدة. أي شخص يكون مجهز خطبة لمدة 7 دقائق يتكلم،
ويقيمون يعني في لجنة التحكيم تقيم. في عندنا الخطابة الفكاهية طبعا هذا أصعب من أنواع كيف الخطابة الفكاهية نعم. وفي عندنا الخطبة الارتجالية. الخطبة الارتجالية طبعا نفس موضوع الطاولة اللي طريتها بس على أساس مسابقة. وفي بعد حتى للمقيمين فيه مسابقة يعني أحسن مقيم يعني أي واحد يتكلم وتقيم الخطبة هذه يعني تنتقل شو نقاط الضعف ونقاط القوة وكيف يقدر يطول نفسه. جميل. إذا عندنا بعد ما شاء الله اتصالات كثيرة. عندنا الدكتور ناصف الظفاري. نعم. ألو مرحبا دكتور. يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. مساك الله بالخير. مرحبا بالخير. دكتور ناصف الظفاري مدير مؤتمر الإقليمي للخطابة. يا مرحبا. يا مرحبا بك. تفضل. أهلا دكتور إيش حالك؟ الحمد لله كيفك يا حميد؟ حياك الله يعطيك العافية صراحة على المؤتمر الأخير يعني صراحة كان رائع. شو اللي تناولتوها في المؤتمر دكتور؟ هو طبعا لأول مرة هو المؤتمر يقام في إمارة أبوظبي. نعم. بعد حوالي 20 سنة المؤتمرات هاي الإقليمية اللي تضم حوالي 6 دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. كل سنة تعطى شرف تنظيم هذا المؤتمر لأحد الدول أو المدن. فحقيقة ببركة وتعاون الشباب قدمنا بسنة 2007 لاستضافة أبوظبي لهذا المؤتمر الإقليمي واستطعنا أن ننظم أفضل وأكبر وأنجح مؤتمر على مدار 20 سنة. جميل. جميل. والمحاور كانت تتناول نفس المجالات اللي ناقشها برنامج توسماس العالمي اللي هي اختيار أفضل متحدثين على مستوى منطقة الخليج والأردن واستضفنا متحدثين عالميين وكان المؤتمر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور يعني في عجالة وربما هناك الوقت لا يسعنا دائما هل تستطيع أنك أن تقول أن الآن لدينا هناك الآن مخرجات في هذا العلم في فن الخطابة مؤهلة أنها تنافس في الخارج وأنها تعطي هذا المثل الجميل عن دور الإمارات؟ نعم ويعني أنصع مثال هو ما قدمه الشباب الإمارات خصوصا نحن نعرف أيضا أنك أنت الأب الروحي ودافع للشباب في البداية هنا في الإمارات. نشكر أخوي. المؤتمر الإقليمي أعطى فرصة للشباب أبو ظبي أنهم يبرزوا ويطلعوا الآخرين على الإمكانيات الموجودة داخلهم. جميل. وبالتالي أعطاهم حتى الثقة والدافع عن أن يتقدموا بطلب استضافة أبو ظبي. إمارة أبو ظبي ليس المؤتمر الإقليمي ولكن نتطلع أن تكون أبو ظبي هي المدينة الأولى خارج قارة أمريكا الشمالية لاستضافة المؤتمر العالمي سنة 2012 أو 2013 وبالتالي بتكون إمارة أبو ظبي أنصع مثال لقدرات الشباب الموجودة. جميل. في نادي الإنطلاقة أو نادي الغرفة بأن ننظم أكبر مؤتمر عالمي من يتناول محاور القيادة والاقتصاد. نعم جميل. إذا شكرا لك دكتور ناصف الظفاري وإن شاء الله نأمل أن ينعاد هالمؤتمر كل سنة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا دكتور. عودة لك ضيفنا ويمكن كنت حابة أسأل عن وين لقيت وما ما نبي نقول قصور ولكن في أي جزء من فن الخطابة محتاجينه الوفود أو اللي حضروا لنادي الانطلاقة لفن الخطابة؟ والله أول شيء الرغبة موجودة تكون عندهم يعني يون لأن يبون يطورون نفسهم ويعني معظم اللي يو ما عندهم مشاكل كبيرة يعني في بس مجرد أنه يبي يوقف ويكسب ثقة من الناس وبعدين أكثر شيء كان أنا لاحظت أن الناس يعتمدون على الورق أكثر من الذاكرة. إحنا أول ثلاث خطب ممكن يعني تستخدم الورقة وتحط النقاط وبعدين خلاص يعني تستغني على الورقة نهائيا وتوقف تغلط يعني تغلط قد ما تقدر وإحنا يعني طبعا هذا أأمن مكان واحد يغلط فيه بدون ما يتحس. فكرة أنا وسماح في الحقيقة يعني نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى لمشاريعكم النجاح دائما على بودنا يعني نستمر هذا الحديث ويطول أكيد سماح وإحنا نستفيد يعني نستفيد من كل كلام اللي تقوله. نشكرك أستاذ حميد الحمادي على هذه المشاركة المفيدة وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين لم يبقى لدينا سوى الأجندة اليومية اللي نقدمها لكم ولكن بعد الفاصل الأخير في هذه الحلقة.